السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، بخير. رمضان كريم، الله يتقبل صيامكم صلاتكم وقيامكم، الله يجعل الصحة والسلامة يا ربي. اليوم غادي نديرو الورقة ديال البسطيلة، كنديرها في الدار انا. اسمحوا لي، هذا رمضان عيانة ما صورت والو، كنديروها فوق المقلة الثقيلة ديال البغرير، المقلة الوجدية وكاين اللي يقولها المقلة الثقيلة. المهم عندنا 3 د الكؤوس ديال الطحين من نوع جيد، وعندنا معلقة ديال النشا، غادي نعجنوها مع الطحين، غادي نضيفوها نتبع، عندنا قبيطة د الملح، الملح غير باش ما تجينا الورقة باسلة، قبيطة ديال الملح، وعندنا معلقة ديال الزبدة باش غادي ندهنو الورقة، غادي ندوبوها، وعندنا كاس ديال زيت المائدة ما عامر، ندوب هديك الزبدة نخلطو مع هاد الزيت، وعندنا النشا باش ندهنو بالزيت والزبدة ونديرو النشا عليه، كنديروهم كويرات. دابا غادي نعجنو العجينة ديالنا، الماء ما تكون جارية، العجينة كتكون قاسحة شادة في راسها، المهم نضيفو الماء شوية بشوية ونعجنو العجينة ديالنا تتجمع. الماء بارد، ما دافي، ما الماء ديال الروبيني ما دافي ما والو. نعجنوها نلموها مزيان، نديروها في بلاستيكة ونخليوها واحد ربع ساعة حتى نص ساعة. هاد العجينة ديالنا من بعد لميناها كتكون بهاد الشكل، ما تكون جارية. دابا غنديروها في بلاستيك الغذائي، هاهي ما جارية، يوم اللي نخليوها ترتاح كترخى شوية، على هكا خص تخليوها قاسحة. غنغطيوها دابا، دابا غنغطيوها بلاستيك الغذائي، نديروها فيها ونخليوها قلتلكم من ربع ساعة حتى نص ساعة ان شاء الله، ورجعو نديروها كويرات. دابا العجينة ديالنا من بعد ارتاحت، غادي نحيدوها من بلاستيك الغذائي، غادي نديروها كويرات، ندهنو يدينا بشوية الزيت مائدة، نديروها كويرات بالمشمشة، حيت المقلة عندي أنا ما كبيرة بزاف، نديرهم بهاد القياس هكا، نحاولو نقدوهم باش وحدة ما تكون كبيرة على الأخرى. تنكوروهم كلهم، نخليوهم يرتاحوا واحد شوية، نبداو نخدموهم. العجينة ديالنا كورناها كلها، درت انا 3 د الكيسان بهذا باش درت، باش عبرت الدقيق 3 د الكؤوس ديال الطحين من نوع جيد. المهم درت انا غير هاد القياس، اللي باي يضاعف المقادير يضاعفهم. دابا ما كورناهم، غندهنهم بشويه الزيت باش ما يتقشروا لينا من الفوق، ونغطيوهم بلاستيكه، ونبداو نورقو باللولين باش سبقنا، ندير لهم شويه د الزيت باش ما يديروا داك القشره من الفوق. نغطيوهم بلاستيك هكا، دابا غنبداو نخدمو بهم، غنغطيهم مع حد نوجد المقله. دابا الزبده يذوبناها، دابا نخوي عليها كاس لاروب معمر ديال الزيت، نخلطوه معاها باش نعودو ندهنو بين الورقة والورقة. عندنا قتليكم الزبدة والزيت مخلطين، عندنا الشتا باش ندهن باش ندهنو، وعندنا الدقيق فاش نمرمدو الكويرات، وعندنا النشا، عندنا هاد الصفاية مع معلقة غير باش نهز النشا نعود إلا بغيت ندير الدقيق في الصفاية. غنبداو هادي اللولة كنديروها في الطحين مغربل، كنمرمدو الكويرة هكا في الطحين،
نورقها شويه كبدلك اللي شنا العجينه ما كتلصق في الدلاك بلا ما نكثر الطحين، ولا شنا العجينه كتلصق خصنا ندير شويه الطحين. نديرو هكا بهذا القياس هكا، الكويرة الأخرى نرمدناها في الطحين. عندي العجينة شادة براسها زعما مكتلصق كاع، محتاجش تقع الطحين بزاف. دابا هاد التانية ورقناها، التانية من بعد نورقوهم نبداو ندهنو فيهم بالزبدة والزيت. دابا ورقناهم خمسة د الكويرات، أنا نوري دوك البنات لي بحرا يتعلمو مغاديش يديرو بزاف. نديرو على بركة الله الأولى، نديرو شوية النشا لتحت، غادي ندهنو بالزبدة والزيت. اللي بحرا غيعدلها يدير غير أربعة ثلاثة خمسة، ما بالنسبة اللي هذا كيدير ستة سبعة. دابا ها الأولى دهناها بالزيت والزبدة، غادي نديرو النشا في الصفية ندردروها عليها هكا. غادي نديرو عليها الثانية، غادي ندهنوها بالزيت والزبدة. دهنوهم مزيان بالزيت والزبدة في الشتاء، الزبدة كتخلي الورقة رطبة ما تنشف. دابا الثانية درناها، غادي ندردرو النشا عليها بهذا الصفاية. قلت لكم الزبدة كتخلي الورقة رطبة، كندير عينه كتاخد عندي ربع ايام ثلاث ايام في الثلاجة بلا المجمد، كنديرها غير هكاك تجدني صغيرة شوية. نضغط عليها هكا، غادي ندهنوها. كاين اللي يدهن غير بزيت المائدة بلا الزبدة، ولكن الزبدة كتخلي الورقة رطبة ما تنشف. دابا ندهنو مزيان بالزيت والزبدة، وحاولوا تدهنو حتى الجوانب هكا باش ما يلتصقوا لكم. غادي نديرو النشا، نضربو عليها النشا زاد، حاولوا التالتة هادي. دابا نديرو الرابعة، ندهنو بالزيت والزبدة، نديرو النشا الثاني، النشا ما كيخليهم يلصقوا. كاين اللي يدير غير الطحين، غير كندير النشا. وكاين هاد الورقة اللي يديرها في القاع ديال الكوكوت، كاين اللي يديرها في الكسكاس، كاين اللي يديرها في المقلة اللي ما كتلصق. هادي كتصدق ليا، الا بيتها كبيره كندير نفس هكايه ونديرها في الفران، الا بيتها كبيره، والا بيتها غير هكاتين كنديرها في المقله القاع ديال المقله الثقيله. دابا خمسه د الكويرات اللي كورنا نبدا لكم انا غير خمسه. دابا غاديش نكثر لكم، ولا غيديرها قلت لكم اول مره يدير غير ثلاثه اربعه تصدق ليه. دابا نورقهم بالدلاك، نحاول نقلبو. درتهم لكم غير صغيورين على حسب قلت لكم، المقلة عندي انا صغيرة ما كبيرة بزاف. نحاولهم بالدلاك، نحاولو نقلبو، قلنا سرحنا شوية نعاودو نقلبو الورقة. دابا عنا ورقناها، كتكون بهاد ما تورقوها بزاف، ورقناها ندوزو نديرو المقلة سخون. دابا المقلة غنديروها فوق النار سخون، غنديروها في القاع ديالها، شي في الوسط ديالها نديروها في القاع. دابا درنا المقلة فوق
بطنقاس نلها العافية مهيلة، تكون حدة وينات. دابا ندهنو القاع ديال المقلب بشوية الزيت، ندهنو حتى الجوانب. كاين الما ما كبرت الورقة، يلا تقد القاع ديال هذه المقلة. دابا المقلة ديالنا سخنات، غادي نديرو فوقها الورقة ديالنا، نحاولو نقدوها بتعود مجموعة. درتها على يلا على القياس ديال القاع ديال المقلة، نحاول نضغطو عليها هكتين شوية. دابا غنقلبوها على الجهة الأخرى، نحاولو نعود نضغطو هكا، نحاولو نقلبوها مرة مرة، ما نخليوها تنشف بزاف. غير شوية ونقلبوها شي ثلاثة د الخطرات ولا أربعة د الخطرات، العافية مهيلة. ملي شتو المقلة سخنت كتر من القياس، خصكم تطفيو عليها تتوجدو الأخرى اللي غديرو فيها. دا الورقة ديالنا طابت، غادي نهزوها نحطوها فوق هاد الزاوية، غادي نحاولو نفقوها ما حد سخونة، نحطوها في بلاستيكة. نحاول نفقوها ما حتى سخونة، بس نغطيو بلاستيكة باش ما تنشف لينا. نحاولو نردوها فوق المقلة، لشناها بردت نحاولو نردوها، نحلوها فوق نكملوها فوق المقلة نيت. إلا كانت سخونة كتفك، إلا بردت ما تبي تفك، هذا كتفك بسهولة. نغطيوها بالبلاستيكة هكا باش ما هدا، نغطيوها بزويف، نمشيو نصايبو الأخرى. دابا غادي نكملو الكويرات كلشي اللي عندنا، ونوريكم الشكل النهائي كي ولات ان شاء الله. تبع الورقة ديالنا ها هي نجحة 100%. القياس اللي درت انا خرجت ليا 27 حبة، 3 كيسان ديال الدقيق. ما كتنشف ما نديرو لها هكا، نعاودو نجمعو كتنيت نحلوها ما يوقع ليها والو. ها هي يعني شفافة، ما تخسر ما ديريها غير في الثلاجة، بلا ما ديريها في الفريغو، يبقى غير بحال يومين ثلاثة كي ديرها غير في بلاستيكة باش ما تنشف، ديرها غير في الباب ديال الثلاجة ولا. ها هي يعني نجحة 100%. أنا هادي بعدا كتصدق ليا، كاين لي يديرها في الكسكاس، كاين لي يديرها في القاع ديال الكوكوت، كاين لي يديرها في هاديك المقلة لي مكتلساق، كاين كلها فواش كيديرها. هدا هو الشكل النهائي ديال الورقة ديالنا، شي شفافة. أو كنتمنى تعجبكم وتجربوها المبتدئات، نجحة 100%. كنتمنى تعجبكم تجربوها في بيوتكم، مبارك عواشركم، وما تنساو دير ريجيم وتشتركوا في القناة ديالي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.